أثناء الاجتماع مع الأطباء البيطريين الموجودين في مديرية الزراعة، هناك هرمون يتم تداوله من قبل الصيدليات الزراعية البيطرية الموجودة في مدينة جرابلس. إن هذا الهرمون يسبب تراكم ثمولات في اللحوم والمنتجات الحيوانية أثناء عطائها من قبل المربين بهدف التسمين أو لاستعمالات أخرى مثل الظهور الشبق عند الحيوانات، والذي يؤدي إلى أمراض خطيرة لا يحمد عقباها. قمنا نحن كمدير الزراعة وثروة حيوانية بإصدار قرار بإيقاف تداول هذا الهرمون إلا عن طريق الأطباء البيطريين، وقمنا بجولات إلى الصيدليات الموجودة في المدينة وإعطاء إرشادات لهذه الصيدليات بعدم تداول هذا الهرمون لما له من خطورة على المجتمع. ماشي، يلا الحج يراجع. هاي استلمنا 17 عندي من الحلي من الاسلامي الماء عزم براح طارق ما نستوى هاي طارق. طلعنا قرار من مديرية الزراعة على الجهة المدينة انه ممنوع تداول هذا الاسترادول في حال تواجد في الصيدلية في مخالفة. صادرنا والله الشاون عنده.